فرحانين الحمد لله دينا الباك وفرحونا بجوائز قيمه والحمد لله وفرحنا عائلتنا والدار والمغرب والعالم الحمد لله احنا فرحانين وان شاء الله مر الباك هذه الفرحه. السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. المهم انا بغيت اول حاجه فيليسيتي صاحبي راه جا الاول في شعبه سيونس مات في المغرب ماشي اي واحد يديرها ويفرحنا واحد من دراستنا واحد صاحبنا واحد من الجهه الشرقيه يمكن اول مره في التاريخ تندى. المهم فرحنا بزاف وفرح كاع اللي كاين هنايا وينصر سيدنا عاش الملك والله ينصر سيدنا. انا المعدل بشعبه علوم فيزيائيه ديت 1860 معليش المره الجايه ما كاينش المره الجايه بصح معليش في شي حياه اخرى حتى انا نجي الاول ولا بصح معليش من جابها صاحبنا معليش كلشي مزيان الحمد لله الله ينصر سيدنا عاش الملك. السلام عليكم سميتي شادين العيل كنقرا في الثانيه بكالوريا علوم فيزيائيه خيار فرنسيه في مؤسسه لازاليت. الحمد لله تحصلت على معدل 17.49 وهذا كيكون هذا كان بفضل الله اون بروميير ليو وبفضل الاباء ديالي والاطر التعليميه وكنشكر مي بارون بزاف واي واحد سهر على هاد النقطه وشكرا. شكرا هي الاولى اللي فرحتنا الحمد لله والاب ديالها صعب يسهل على على كل شيء. كنشكر لي زيليت اللي الحقيقه حتى هي قامت بمجهود والحمد لله الله يحفظها الله يجزيها الله يرضي عليها حتى هي قامت بواحد المجهود اللي الحمد لله ربي وفقنا وشتنا هذا النهار هذا ونتمنى التوفيق للجميع ونتمنى التوفيق ان شاء الله في المستقبل ديالها ان شاء الله والله يسخر للجميع. السلام عليكم انا التلميذه يسفي عائشه فرحانه بزاف كيف نجحنا وكلش وبالنسبه للتلميذ مجد العسري اللي يعتبر كان نجاح لينا كاملين السلوك نتاعو كان مليح كلش ويستحق هذا المجهود وشكرا. معكم حسن المهدي مدير مدرسه ليزيليت للتعليم المدرسي الخصوصي بمدينه وجده. اليوم نحتفل بالنتائج التي حصل عليها من طرف تلامذتنا في امتحانات البكالوريا التي بلغت بنسبه 97.92% كانت منها ميزات حسن وحسن جدا تمثل فيها 70%. هذه النتائج كانت لم تكن لولا تضافر جهود كل من التلميذ وابويه والاطر الاداريه والتربويه التي ابانت عن جداره وقدوم وتمكنها من التقدم نحو الامام لبلوغ التميز الذي تنشدها هذه المدرسه. وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لكل من أشرف على هذه النتائج خاصة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وجمعية آباء وأولياء التلاميذ وكذا كل الأطر العاملة بالمدرسة إداريين وتربويين وأعضاء المجلس الإداري بالمدرسة. الآن أن المدرسة بها التلميذ الذي حصل على أعلى معدل وطني في مسلك العلوم الرياضية أليف خيار فرنسية بمعدل 19.45%. هذا التلميذ الذي بطبيعه الحال تكلمنا عن السلوك ديالو كان مثالا للسلوك السلوك الحميد والمواظبه والعمل الجاد وحسب تصريحه دائما يقول انني امزج بين العمل الجاد والراحه والرياضه والى اخره فكان تلميذ متوازن جزاه الله خيرا يعني على هذه الطريقه التي ابتكرها للحصول على نتائج متميزه. وهذا الشيء ماشي غريب عليه وما غريبش تاع العائله ديالو بحيث يعني التميز حليفهم ان شاء الله. كلمه لمصدرك. نتمنى الفوز ان شاء الله كذلك يكون المصدركين ثلاثه يعني وحده كانت يعني مريضه وزوج اخرين تقربوا للمعدل ولكن نتمنى لهم ان شاء الله يحالفهم الحظ ويكونوا من متوجين ان شاء الله في الدور الاستراكي. إذن وكذلك المدرسة ضمت اثنين من التلاميذ المصنفين ضمن الاحتياجات الخاصة واللي استفدوا من تكييف التمديد في المدة الزمنية لامتحانات البكالوريا. وحدة حصلت على البكالوريا بميزة حسن وكانت كذلك نموذج للتلاميذ المتميزين رغم الحالة الخاصة تاعها. Le pompon passe à gauche.